اقول لك يعني نفس الفكره، طالب ولا لسه بتدرس ولا متخرج، تعرفت عليه اول مره، ما تعرفت على الجمال، تعرفت عليه انت في الغالب تعرفت عليه السنه دي مش كده؟ بتدرس في ايه دلوقتي وحاسس ان هو ممكن يفيدك في ايه؟ انا محمد بيومي، بدرس في مدرسه جامعيه في 2008، 25 سنه. ايه؟ 25 سنه. انا عضو علمي في جمعيه اهليه بتهتم بفنون الايتام. طبعا مخلص بشتغل دلوقتي حاليا برضه في بلد فوركس بقالي سنتين. بلد فوركس؟ بس طبعا يعني عرفت المشروع، سمعت عن المشروع ازاي؟ المشروع ازاي؟ عن طريق جروب اسمه جروب معا. جروب معا. مؤسسات معا؟ هم طبعا مؤسسه بتهدف لتنميه الشباب، تمام؟ بيجمعوا الايفنتس اللي بتحصل في مصر كلها ويديك ريبورت ليها على الميل، تمام؟ فانا بوصل لي الريبورت، بوصل لي الايميل على الايفنت ده، اوكي؟ لما كلمتهم عرفت هدف البرنامج ايه، عجبني الفكره، تمام؟ عجبني ان هو كمان ممارسه اكتر من هو محاضرات، فاشتركت معاهم وجيت وبالفعل فرق معايا كتير جدا. انت بدات بقالك قد ايه فيه؟ انا بدات من 8 ايام. خدتوا ايه خلال الايام دي؟ الناس اتكلمت من المرنه، قالت لي احنا خدنا فعلا ازاي نعرف الهويه والثقافه والفرق بينهم، وازاي نعرف يعني عرفنا الهويه والثقافه مش شيء ثابت، مش شيء ثابت، مش شيء متغير، بيختلف من ثقافه البلد لبلد من زمن لزمن، يعني كان في ثقافات ثابته في وقت ما، في الوقت الحالي طبعا اتغيرت واختلفت تماما، وعرفنا ازاي نعمل حوار والفرق بين الحوار والجدل، وازاي الحوار عند وقت معين ما نوصلش الجدل ونقفله، وعرفنا امور شخصيه ازاي نتعامل مع كل شخصيه ونفتحها، وعرفنا طبعا المشروع العملي بتاعنا ده مبادره، احنا هنعمل مبادره في الاخر ده برضه حاجه ايجابيه، هتعمل حاجه بجد في المجتمع اللي انت عايش فيه. طيب معلش يا مارينا، اللي هو المرحله دي مدتها كام يوم؟ 10 ايام. بس انا بلام هو مدتها كبيره 50 يوم ولا هو 10 ايام؟ بس انا كنت لسه هسال ازاي هيبقى 50 يوم وانت بتاعتك كان 5 ايام بس. بس خلاص هو دلوقتي شرح نفسه 10 ايام ما فرقتش عن 5 ايام كتير. انتوا طولتوا او كثفتوا المنهج ولا حاولتوا تطولوا الايام عشان ما يبقاش المكثف قوي خلال اليوم؟ طولنا شويه، يعني ادينا كل مديول يوم ونص ويومين. وكمان المبادرات انا قلت لحضرتك ان المبادرات احنا ساعتها كتبناها في اخر يوم، فكان في مشكله شويه وكان لازم نيجي هنا ونعدل، لكن هدفنا هنا شويه في المطرون فعلا ان هم اخر 10 ايام يكونوا قادرين يكتبوا ويكتبوا بشكل كويس يطلعوا مقبول، يعني ما يضطروش ان هم يرجعوا لنا تاني. ومزودين عليها جزء التنميه علشان تبع ادي هنا، مزودين من جزء التنميه وجزء المراه ونوعيه الاجتماع، فده واخد تقريبا يوم يوم ونص كويس. طيب هو الايام قليله، يعني انت بقالك انت قلت بقالك كام يوم؟ انت بقالك 8 ايام مش كده؟ فاضلك يومين. فشبه تقريبا يعني شبه عرفت خلاص يعني. انت قلت لي انت خدت ايه؟ حاسس ان انت خدت ايه قبل ال 8 ايام دول؟ حضرتك الفكره هنا ان هو احنا عاملينها عملي. فالمده مش مهمه تبقى او ولا مهم، بس التاثير بتاعها قد ايه؟ انت حاسس بقى ان هي ايه اللي اثر فيك يعني؟ اثر فيا ان انا اوريدي فعلا عملت ورك شوب مع كذا جروب، اوكي؟ وتعلمنا الحاجات دي بشكل عملي. يعني اتعلمت روح التعاون بالظبط، تشرف وتعلمنا كمان المبادئ دي والمفاهيم دي بشكل نظري، في الكليه خدناها بس بعد الكليه كلنا نسيناها، تمام؟ لكن احنا هنا مارسناها، فبديهي هنطلع منها بعد سنه اتنين تلاته احنا فاكرينها، لان احنا عملناها بالفعل. فدي كانت اكتر حاجه عاملينها في البرنامج هنا، مش محاضره زي الكليه، يعني خدمه اجتماعيه طبعا كل معظم الحاجات اللي احنا خدناها في البرنامج هنا طبعا خدتها في الكليه بطبيعه مجال دراستي، تمام؟ بس بالفعل بعد الكليه كلنا كنا بننسى، لكن لما جيت هنا انا الحاجات اللي طبقتها عملي بالفعل، يعني حاسس ان هي فرقت كتير جدا، حاسس ان انا هاخد المجتمع هفتكرها طبعا عشان هفتكر الموقف اللي عملته، هفتكر السيتويشن ده احنا دخلنا فيه وعملناه بالفعل. كويس. ايه